لا تكن أيام رمضان كغيرها من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. قال جابر رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ودع عنك أذى الجار، ولتكن عليك السكينة والوقار.